إمتى دخلوا السوريين على المدارس؟ سؤال مهم نعرف جوابه ونتعرف من خلاله على ماضي السوريين مع المدرسة بالوقت اللي أغلب أولادهم اضطروا ينقطعوا عنها، خاصة أنه هذا الانقطاع مو أول مرة بيصير بتاريخ التعليم السوري. إمتى صار الانقطاع الأول؟ وكيف قدروا السوريين من بعده يرجعوا لمدارسهم؟ خليكن معنا لتعرفوا القصة كاملة. بالعهدين الأيوبي والمملوكي كانت المدارس السورية عبارة عن مدارس تخصصية، يعني في مدارس للقرآن، مدارس للحديث، مدارس للغة العربية، ومدارس للطب وغيرها. وكان النظام التعليمي بهي المدارس متفوق على أهم كليات العصر الحديث، بس مع التراجع يلي صاب الحياة العلمية بدمشق أواخر العصر المملوكي لأواخر العصر العثماني، تراجع التعليم وتوقفت كتير من المدارس وانقطعوا كتير من الطلاب عن تعليمهم، وتحولت عمليات التعليم من المدارس التخصصية للكتاتيب البدائية يلي بتعلم قراءة القرآن والحساب وبس. وظل التعليم بسوريا هيك لبداية القرن التاسع عشر يلي إجا حامل معه تغيرات كتير كبيرة، من أبرزها المدارس الحديثة يلي بتعتمد على طرق التعليم الغربية يلي أنشأتها الرهبنات المسيحية بدمشق وحلب وبعض المدن السورية التانية مثل بيروت والقدس. وبعد انتصار جيش محمد علي باشا والي مصر بقيادة ابنه إبراهيم باشا بين سنتين 1830 لل 1835 على جيوش الدولة العثمانية، تبين للباب العالي بالأستانة أنه العلم على الطريقة الحديثة هو سبب تقدم ونجاح الجيش المصري، فقرر أنه يدخل التعليم الحديث للمدارس، وتأسست عدة مدارس بدمشق منها سلطانية ومنها عسكرية. وفينا نقول أنه مكتب عنبر هو أول مدرسة مدنية سورية أنشئت على الطراز الحديث، لأنه كلمة مكتب بتعني مدرسة بالمصطلحات العثمانية. ومكتب عنبر كان لرجل دمشقي يهودي اسمه يوسف أفندي عنبر، بلش يبني على أساس أنه يكون بيت فخم بسنة 1876، وصرف عليه بهداك الوقت 43 ألف ليرة، بس ما عاد قدر يصرف عليه أكتر من هيك ويكمل بناؤه، فإجت الحكومة العثمانية صادرته بحجة أنه إلى مصاري على يوسف أفندي عنبر وحولته لمدرسة، وانكتب على بابها مكتب إعدادية ملكية مع وجود شعار الطغراء السلطانية للتفريق بينها وبين المدارس العسكرية. وبحسب مذكرات فخري البارودي كان مكتب عنبر بوقتها المدرسة الإعدادية الوحيدة وفيها حوالي 500 إلى 600 طالب، والتعليم فيها كان مجاني للطلاب اللي بيداوموا بالنهار ومأجور للطلاب اللي بيناموا بالمدرسة، وكان يتدرس فيه القرآن الكريم والعلوم الدينية والفقه واللغة العربية، وترجمت اللغة التركية واللغة الفارسية وعلم الثروة يعني الاقتصاد وعلم الفلك والجغرافيا العامة وجغرافية الولايات العثمانية وتاريخ الدولة العثمانية والحساب والجبر والزراعة والرسم والخط، الكيمياء الفيزياء الميكانيك وأصول مسك الدفتر وطبقات الأرض والنباتات والحيوانات. وكانوا أغلب المدرسين فيها من الأتراك، حتى مدرسين اللغة العربية كانوا أتراك، وكتير من قامات الشام وسياسيها وعلمائها تخرجوا من مكتب عنبر، مثل الرئيس شكري القوتلي، جودة الهاشمي، جميل صليبة، الشيخ علي الطنطاوي، الشاعر عبد الكريم الكرمي، الشاعر أنور العطار، الشاعر والباحث أمجد الطرابلسي، والشاعر بدوي الجبل، والسياسي سعيد الغزي، وغيرهم كتار. وهيك كان مكتب عنبر أول مدرسة إعدادية بدمشق وسوريا استقطبت على مدى سنين كتيرة طلابها من كل مكان وخرجت أهم قامات البلد السياسية والعلمية. منلتقي الحلقة الجاية، ضلوا بأمان وبألف خير.